أني النقيب وردة عبد الحميد سعدون، آمر السرية الخامسة بفوش طوارئ بغداد الثامن. انخرطت بالمجال الأمني بوزارة الداخلية عام 2010، اتخرجت برتبة ملازم عام 2011 9/1، وكانت أول فرحتي أنه لبست النجمة. الزي العسكري والهيبة العسكرية كانت أمنيتي من أني طفلة صغيرة. كنت قادرة على قيادة 210 مفتشة متوزعة على 4 شفتات، الطوق الثاني لحماية العتبة الكاظمية، والحمد لله طبيعة عملي حماية الإمام الكاظم، وباعتباره أنه هو قلب بغداد كمركز سياحي ديني، بنهاية اليوم لما يكمل على خير وماكو أي إشكال ولا أكو ثغرة أمنية، والزوار الحمد لله تفوت تزور وتتسوق وتنزل، فد إنجاز عندي يكون هذا الموضوع. إن شاء الله أكون قادرة على أنه أثبت للمجتمع أني وزميلاتي أنه العنصر النسوي بوزارة الداخلية ممكن تكون مؤثرة بالمجتمع بصورة إيجابية أكثر، ممكن أكون أنه القدوة الحسنة لبناتنا. المرأة العراقية اليوم تواجه العديد من التحديات اللي لابد أن تكون لها دافع قوي أنه تثبت للمجتمع وتثبت لنفسها أنه هي قادرة على تحمل المسؤولية وقادرة على أنه تدفع هاي التحديات وتواجهها.